لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض. في رواية أبي داود إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وفي رواية أبي داود فأريت مشارقها ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال ملكها، ما رأيت أحدا تعرض لهذا الحديث في هذه الكلمة، لكن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لي بالتملك دون الخلافة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن بداية الملك مع بداية الدولة الأموية. أين الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خلافة النبوة 30 سنة ثم بعدها الملك. وأول ملك من ملوك المسلمين هو معاوية، ومعاوية من أي الناس؟ من الأمويين. ولذا هو أول ملك بالإجماع وأفضل ملك كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. ولذا قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. إذن اتسعت الفتوحات من الشرق إلى الغرب في أي عهد؟ في عهد الدولة الأموية التي هي بداية الملك أو خلافة الملك.